تستقبل مدينة طرابلس اللبنانية المئات من الجرحى السوريين المصابين جراء القصف المستمر على حمص. علاقات عائلية وثيقة في المناطق الحدودية بين البلدين. في هذا المشفى يروي السوريون المصابون كيف تقصف سيارة الإسعاف قبل وصولها لإسعاف الجرحى. السيارات الجوال اللي هي فيها الصحية هاي عم تنقصف قبل ما يعني من على لمح البصر عم تنقصف، والطبيب إذا شافوه لابس أبيض وعرفوه طبيب يقصفوا يقوسوا أول واحد. اللاجئون الذين هربوا إلى طرابلس يخشون على من تبقى من عائلتهم في حمص، لذلك يرفضون إظهار وجوههم أو هوياتهم. يقول هذا اللاجئ: من طالب المجتمع الدولي، من طالب ال 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 طالب الدول الخارجية، ولو أقل شيء بمنطقة عازلة أو بحظر طيران.